Good afternoon for everyone. القصيدة الأولى الأسف المتأخر. يخطأ فنان في رسم اللوحة يمسك فرشاة أخرى ويصلح في اللوحة لون الفجر ويخطأ أستاذ في الإعراب يعود إلى مصدره في اليوم التالي فيصوب إعراب المقطع يخطأ ربان في خط السير ويقال له ارجع يرجع لكن الخطأ الأعمى ما يتسبب في قتل الناس حين يكون الفاعل معروفا والجرم أمام العالم مشهودا لابد وأن نصرخ ونصيح بأعلى صوت لا فالمقتول لا ترجع روحه والأسف المتأخر لا ينفع أبدا لا ينفع الخاتم أمام باب الصائغ العجوز تأملت وشدها التوهج الشديد للذهب اقتربت كأن ألف خاتم من أنجم السماء حولها يثب واحتشدت في كفها أصابع تشتاق من خواتم النجوم واحداً واحداً لا غير واحداً كما تحب تأملت ثانية وبالأصابع التي تمنت النجوم أخرجت من بنصر اليسار خاتم الزواج باعته واستدارت خلف باب الصائغ العجوز تزدهي وتزدهي راجعة لبيتها ببعض خبز ورطب هموم عصفور عصفور مر على شجر الوادي عبر النهر وزقزق فوق جدار ثم على حبل غسيل كان مجرد عصفور عادي لا أحد يدري أن لهذا العصفور جناحا مكسورا وفؤادا موجوعا ولعينيه دموع من خرب عشك يا عصفور من شد جناحك وهو يطير لم يسأل أحد كل منشغل بأناه ماذا يعني عصفور مهموم في زمن يقتل فيه الإنسان ولا من يسأل قلب الناس حديد من خرب عشك يا عصفور من نال جناحك وهو يطير أحزين أنت أأنت وحيد لم يسأل أحد والعصفور مضى مجروحا وشريد ولصدفة وأنا أقلب قصائدي للفترة الماضية وجدت قصيدتين واحدة تجيب على الأخرى وكانت في موضوع التسامح عتب ما الذي قد جرى من وشى كي أرى منك ذاك الغضب عجب ما سمعت وأعجب منه ظنوني التي أخطأت كنت أحسب فيك الشقيق الذي يحتوي غربتي أدمعي والتعب ولكن ظني هوى تاركا حرقا في الجوى ليتني قد عرفت السبب العفو طفح الكيل وأزمع والغيظ كما الغيم تجمع
ثمة رعد ووميض بريق لو شئت لروع. وتريثت قليلا، ما الحكمة في الرد على حاسد؟ وهل الرد سينفع؟ قلت لقلبي لا تغضب ولغيظي ارجع. فتراجع وتراجع حتى صار من العفو كفيفا، أخرس أطرش لا يسمع. ولا بد لي من أن أقرأ لوطن العراق هذه القصيدة، كتبتها في مرحلة كنت بعيدة وما زلت بعيدة، لكني هنا غربتي ربما أقل من غربتي في بلاد الغرب. تمثال من الحزن، وكم مرة تمنيت أن أتحجر أو أكون كتمثال صخر بأي الحدائق في طرف الأرض، كي لا أرى ولا أسمعا ولا قلب لي تحت سور الضلوع يئن، لكي لا أحن ولا أنزوي تحت جرحي من الآه لما تجيء فتخنقني. آه يا وطني، آه يا وطني، يا هواي ويا شجني، يا ترابا على أم رأسي يتوجني، يا بحاري ويا سفني، حين ألمس جمر عذابك في البعد أبكي، كل ثانية من عذابك تؤلمني. آه لو تدري بغداد ما شجني، وحين يشد الردى ذراعيه حولك أرفرف كالطير في كف صياده، وأصرخ في بئر صمت العميق من سيسمعني. لم يكن بيدي أن أفارق بيتي الذي أنت فيه، ولكنه زمني. لذا تمنيت أن أكون كتمثال صخر بأي الحدائق في طرف الأرض، كي لا أرى ولا أسمع ولا قلب لي تحت سور الضلوع يئن. تمنيت وأوغلت في الحلم الصعب حتى رأيت بأني في ساعة ما في مكان قصي صرت تمثال صخر لا دم لا حياة. مر بي صبية لعبوا تحت ضوء المساء الحزين وغنوا، يعيش العراق ويبقى فهو أحلى وأسمى وأنقى. بدأت أحس بأني أذوب، تخلل صوت العراق دم الصخر في قامتي، ذاب دمعي بشمعي ثم عاودني شجني. آه يا وطني. وأختتم بقصيدة الورد، دقيقة واحدة. ورد أحمر في الدورق، ورد أزرق في الفستان، ورد في لوحة حائط، ورد في الصحن على الفنجان، ورد ورد في كل مكان، إلا تلك النفس امتلأت شوكا وبدت توخز حتى النسمة لو مرت عابرة في نيسان. وأنا علمني البستاني كيف أزيل الشوك من الورد، لكن ما علمني كيف أزيل الشوك من الإنسان. شكراً.